لكن يعني، وده ينطبق على الجيل ده، مش حمدي لوحده، على الجيل ده كله بالظبط. وعلى الجيل اللي قبل وعلى كل الاجيال اللي قبل منه. مفيش حد مشي من يعني جيل اهلي ومشي من الاهلي من غير ما يكون في حته تانية خالص، مظبوط ولا لا؟ طبعا طبعا يعني طبعا. يعني اللي حصل مع حمدي والنقله اللي وصلته منتخب واللي وصلته انه يبقى واحد من اهم اللعيبه على مستوى قاره افريقيا، ما كانش ممكن تحصل غير جوه الاهلي بالظبط، بيتهيأ هو لي يعني، الاهلي. او اللي شبه الاهلي برضه يعني، او اللي شبه الاهلي. فانت بتعمل اسماء وبتعمل نجوم، وده جزء النهارده بقى زي ما بيقولوا ان الرياضه بقى جزء منها صناعه، ده جزء فكره صناعه النجوم وقدرتك على تطوير مستوياتهم وقدرتك على الاستثمار فيهم وجني بالظبط المكاسب من ده. بالظبط. والاحتراف اللي احنا موجودين عليه، ايوه بقيه الارقام طبعا اختلفت بشكل كبير جدا. ده انا ارقام، معاك. الارقام في الخليج. انا سبحان بيتهيألي السوق الله. المصري قدامه او الانديه المصريه قدامها فرصه كبيره جدا، لانه الارقام اللي النهارده بقينا بنسمعها في الخليج 100 مليون و200 مليون حاجه. و300 مليون، تخلي فيه للسوق للعيبه المصريه فرصه كبيره جدا في الاحتراف حتى على مستوى الخليج، اللي بيتهيألي المسابقات عندهم كمان بالذات في السعوديه هتروح في حته تانيه. يعني انا شايف يعني ممكن يكون العروض اللي موجوده 3 4 عروض للعيبه النادي الاهلي، ممكن النادي الاهلي يعني يسمح بعقد عقدين، لكن اكتر من كده احمد انا شايف يحصل خلل في الفريق. طبعا انا شايف ان انت عندك بطولات جايه وبطولات صعبه جدا وبطولات ليها قيمه بصراحه. ده معناه من كلام حضرتك انه الاسماء اللي هتمشي مفيش حد يملى فراغها او يعوض مكانها من وجهة نظرك؟ يعني خلينا نتكلم محليا دلوقتي، لانه محليا ممكن بره الاقي، لكن محليا محليا هيبقى، لان احنا جربنا التجربه، يعني أي. احنا جربنا التجربه بتاعه الموسم الماضي. يعني مش عايزين نذكر اسماء، لكن كان عندنا الجانب براس الحربه اللي كنا محتاجين فيه، أي. جبنا لعيبه ولاعيبه مميزه جدا كانت في فرقها وسكورر وجيب اهداف، لكن يعني مع ضغط النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ما نجحتش، واكتر من عنصر يعني. فدي تجربه كانت بالنسبه لنا احمد واضحه يعني، والراجل حضرها من اولها مستر كولر يعني، وبصراحه حاول لند فرص للعيبه مره واثنين وثلاثه واربعه، ومنهم سافيو كمان اللي احنا الراجل البرازيلي اللي احنا جبناه، يعني راجل اداله فرص كتيره جدا جدا، لكن ما تاقلمش مع لعيبه النادي. عشان كده انا بقول طول ما انت عندك الخريطه اللي انت ماشي عليها وراسمها واللعيبه اللي انت بتدورها ومثبتها، لما يخرج عنصر او اتنين وخصوصا في مكان صعب، يعني العروض عندنا في اماكن احنا عايزين نزود عليها، يعني مثلا محمد عبد المنعم جاي له مثلا عقد او جاي له عروض في المكان ده اللي احنا بدانا نثبت محمد عبد المنعم وبدا يظهر بهذه الصوره، فصعب جدا انك انت في اماكن يا احمد صعب جدا تعوض. انك انت لعيبه تعوضها تعوض. وتعوضها كمان. نص الملعب نفس الكلام، يعني انت عندك اقوى نص ملعب موجود في افريقيا وفي العالم العربي مين في عم الشرق ده من الاوسط. سنتين ما كانش حد يعرفه، صح ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. يعني من سنتين بالظبط هنتكلم على نقله او كبيرة. خطوه، مش خطوه، دي خطوات كبيره جدا خدها كبيرة منعم في كبيرة جدا جدا جدا. اولا مستر كولر ليه جزء كبير جدا في الجزئيه دي، والولد كمان محمد اشتغل على نفسه بشكل كبير بصراحه يعني. وكمان الاهداف اللي بيسجلها، احنا بس عايزين نذكر الناس ان هو ابننا كان بيلعب في المراحل السنيه، كان بيلعب راس حربه. ايوه كان راس حربه في فطبعا النادي الاهلي. عنده الحس التهديفي. فلما بيروح في الحاجات المؤثره عارف الاماكن اللي يقدر يخطف ده، هو من راس خلالها. حربه. راس حربه. انا قلت انه راس حربه بدرجه مدافع. بالظبط. هو راس حربه بدرجه فدي مدافع، كمان ميزه. بيتحرك كويس طبعا. قوي جوه الصندوق، تيك رغم انه مش طويل، بالظبط. التيك اوف بتاعه هايل، التوقيت جدا. بتاعه هايل، حساسيه اللعبه بالدماغ قوي. دي انت كنت يعني تسيد بالظبط. العارفين على يعني كابتن ماهر. مهاره يا احمد طبعا. صعبه جدا. وبعدين الكروس ده، الهدف ده، يعني الوضع التشريحي وعلم التدريب يقول لك يخش في الزاويه الضيقه، جاي من هنا يخش في دي، ايوه لا جاي من حطها هنا في يخش في بعيد. دي، راحت في اللي هناك. ده اسمه سنس عالي قوي. بالظبط. سنس. سنس. وبأني حته بقى يا احمد؟ مش بدي ولا بدي، دي من فوق يعني. عارف انت مهاره رهيبه. صحيح. فطبعا بنحيي مع كورسات معلول برضو اللي ياخد كريدت بصراحه. طبعا هم دويتو بقوا في حاجه جميله يعني. التحرك وبعدين الرؤيه وبعدين ازاي بيستناه وبعدين بيبدا يحط رجله وهو بيجي محمد بقى في التوقيت، يعني كل ده بيبقى جمل بيشتغلوا عليها ومؤثره بشكل كبير جدا، ومحدش يعملها الا اذا كان متقن، يعني اذا كان لعيب كوره عنده السنس وعنده الحس. صحيح. الجميلة. مهمه كابتن سيد عبد الحفيظ في اللي جاي صعبه؟
احنا وسيد طبعا اتعودت على كده وعشت على كده. سيد بقاله 12 سنه بعيني بيعاني. مفيش سنه فيها راحه، مفيش سنه في خد فيها نفسه. ودي ميزه يعني. انا عايز ارجع لما الناس كانت بتهاجم جهاز المعاون وبتهاجم مدير الكوره لازم يرحلوا، استاذ عبد الحفيظ كفايه وسامي قمصان كفايه. يا جماعه الثبات والخبرات للناس دي والنضج اللي عليه بيساعدوا الراجل بشكل كبير. ازاي بقى ما اوصل كابتن سامي قمصان على فكره مش واخد الكريدت اللي يستحقه. وناس كتير، واحد من يعني مش عايز اقول جندي مجهول، لانه كابتن سامي طبعا ليه دور كبير جدا مع الفريق، مع اكتر من جهاز فني تولى المسؤوليه، لكن الحقيقه بيقوم بمجهود كبير جدا، وده دورنا. يعني انا فاكر الكابتن صالح سليم اول ما اشتغلت مع الفريق الاول في كريدت مستر هولمان في بدايه 95 96 قال لنا، انا وثبت البطل الاكرامي، انا عايز الراجل ده ينجح. قال انتوا عارفين تنجحوه ازاي؟ ايوه. فهي احنا دورنا ولاد النادي ان احنا نبقى في ظهر الراجل ده، ازاي نحافظ على الراجل ده، ازاي نوصل للراجل ده كل المعلومات اللي هو محتاجها، ازاي نوفر المناخ السليم للراجل ده بدون مشاكل وبدون صراعات و و و عشان الراجل ده ينجح. احنا ما شفناش سامي مره طلع بقى في كتف الراجل الا لما الراجل بيطلبه، ينادي عليه سامي عشان يقول مثلا حاجات تعليمات بالعربي. الراجل مثلا ممكن يكون بالانجليزي او الالماني مش واصل للعيبه، او المترجم مش موجود معاه، فدور سامي ان هو يوصل المعلومه للراجل. فكلها حاجات يعني جنود مجهوله بتشتغل ورا الراجل ما حدش بيحس بيها، لكن دورهم كبير جدا 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 في الفرقه احمد طبعا، وعليهم لود كبير جدا. وازاي زي ما قلت لك يوفروا المناخ الطبيعي للراجل ده عشان الراجل ده يقدر يطلع علينا الحاجات الجميله اللي بيعملها. حتى اللعيبه النهارده لما كريم بيجيب، لو تشوف اللقطات بتاعت اللعيبه وهي بتضحك وهم بيجروا وبيعملوا مجهود كبير جدا جدا يا احمد في التدريبات. بص مبسوطين، سعداء، حاسين بالطمانينه، حاسين بالمكسب، حاسين بالثقه، حاسين بص ابتسامه. السليه مع عبد المنعم، بص الشغل الشاق يا احمد، الشغل الشاق، وبيعملوه بايه؟ بيعملوه هم مستمتعين وعارفين ان ده هو اللي هيحميهم، عارفين انه ده اللي هيحميهم في الملعب، هو ده اللي هيخليهم يقدروا يجروا، يخليهم يقدروا ينطوا، يقدروا يدافعوا، يقدروا يهاجموا. حاجات كلها جديده علينا. صحيح. صراحة. بعد المجهود الكبير اللي اتبذل في بطوله افريقيا، وبالتالي ماراثون الوداد كان صعب جدا ذهابا وايابا، فترة راحة مدة أسبوع قررها مستر كولر. 9 لعيبة من الأهلي راحوا منتخب مصر، منهم اللي شارك في ماتش غينيا، منهم اللي شارك في ماتش جنوب السودان. شايف التعامل مع المرحلة اللي جاية بالذات، أنا يعني أنا هركز قوي في نص مشوار الدوري المتبقي، لأنه النص ده كفيل بحسم اللقب، وبعده بيتهيألي هيبقى في كلام تاني خالص. شايف التعامل مع قصة المنافسة على بطولة الدوري إزاي، بداية من ماتش حرس الحدود، وإيه اللي أنت مستنيه من مارسيل كولر في البدايه او انطلاقه المشوار بتاع الدوري؟ المنافسه ما زالت موجوده والحسم لسه يعني. احنا طبيعيين جدا في التعامل. الراجل قال بيتعامل مع كل مباراه باحترامها، باستراتيجيتها، بخطتها، بطريقتها، بلعبتها. هنركز على موضوع اللعيبه بقى احمد. دي فرصه للعيبه اللي هي ما خدتش. فرصه لمستر كولر بدايه من ماتش حرس الحدود. طبعا شايف ان في لعيبه لازم تاخد لازم ليه بقى؟ لان انت عندك لعيبه اللي جايه من المنتخب يا عيني الله يكون في عونها يعني بصراحه، خلصت افريقيا وطبعا على طول ومنتخب وبعدين ولعبوا كمان وشاركوا يعني معظم لعيبه النادي الاهلي الثمانيه